وسمسم وفيفي يحاولان أن يجداه في كمبيوتر العم كين. انظري، هذا هو آخر مكان رأينا فيه أوري وجزم. نعم تماما، لكنهما الآن ذهب إلى مكان ما، أظن لكي يبحث عن شوشو. أرجو أن يجد كلباتي. أوري، سمسم أريد مساعدتك. سأتخلص منه بطريقة ما. يا تحفتي الغالية. أهلا سمسم، أين ابن عمك؟ إنه ذهب حالا ليأخذ شوشو في تمشية طويلة يا أبي، وأنا أفعل واجب المدرسة، فلتساعدك أمي. أمك مشغولة. يا إلهي تحفتي. يا إلهي، رأيت شيئا؟ لا، دعنا نحاول تقديم الزمن. فكرة عظيمة، صفر واو صفر، وهكذا نتقدم بالزمن. ابحث في كل المنطقة. حاضر. انظري، ما هذا؟ قد تكون شوشو. يظهران صغيرين. من الواضح أنهما جزم وأوري. ما زالا يبحثان عن كلبتي. شوشو شوشو شوشو، هيا هيا تعالي هنا شوشو. سمعتم شوشو تنبح؟ جزم أنه أنا. أنت؟ نعم. لعبة الاختفاء، اخرج الان. لا استطيع، ساعدني لاخرج جسمه. هيلا هوب، هيلا هوب. لابد ان هناك طريقة افضل للبحث عن شوشو. حسنا، وجدتها. حقا؟ هل تتذكر ما يحدث عندما ناكل الصدق على العشاء في المنزل؟ طبعا، تاتي شوشو دائما بسرعة البرق. هل أقترح أن تطهو بعض الصدق؟ ستأتي جريا. فلنذهب ونحضر بعضا منها حالا. أين؟ لا توجد علامة لأي محل سوى الخراف. انظر، هناك بعض البشر. إذا هيا نسأل. تعال، أين انتظرني. انتظر جزمو. هؤلاء البشر الذين رأوهم هم خدام إبراهيم، وهذه هي أرض كنعان. إبراهيم، يجب أن تستريح الآن يا إبراهيم. لا تنزعجي، فأنا بخير. استريحي أنت، إنك تعملين أكثر مني يا سارة. لا يوجد من يعمل أكثر من زوجي، وأنا ممتنة لأنه بسبب مجهودك فإن مراعينا غنية جدا. إن الله هو الذي يجب أن نشكره. طبعا. ترى كيف تسير أمور ابن أخيك لوط مؤخرا؟ بادرة، نحن لا نعرف المكان. أين أقرب محل لبيع الصدق؟ لبيع الصدق؟ قطع صدق؟ صدق؟ هذا حيوان؟ طعام. لم أسمع عنه. إنه يشبه الموز، ولكنه محشوم كله باللحم. حقا غريب، إنك لن تجد أي موز محشو هنا. معذرة، اذهبا لمكان السوق في مدينة سادوم لهذا الطعام. سنجده هناك؟ ربما. لم أذهب لسادوم أبدا، ولكني أسمع أنه يمكن شراء كل شيء من هناك، ربما حتى الصدق. حسنا، هل نذهب لسادوم إذا؟ طبعا، شكرا جزيلا، هيا بنا. انتظر لحظة. إن سادوم في الاتجاه المعاكس، سأذهب معكم حتى قمة التل وأريكم أين هي. هكذا؟ عظيم. تعال، هيا بنا. حسنا. هذه سادوم البعيدة هناك. يا، سنذهب بسرعة البرق. إنها أبعد مما تبدو. خذ حذرك أيها الفتى. شكرا للمساعدة ونعم الصديق. سأسبقك لأسمع يا جيم. حسنا. احترس، ستكسر عظام رأسك. هذه أسرع طريقة للنزول. إن هذا الفتى غريب. سيدي إبراهيم، كنت في طريق عودتي للعمل. إني قلق عليك يا ابن أخي لوط. قبل عدة سنوات عرف إبراهيم أن الأعداء هاجموا وحربوا سدوم وأسروا لوط ابن أخيه. إبراهيم ورجاله هاجموا العدو وشتتوهم،
وأنقذ إبراهيم لوط، وتبدد سوء التفاهم السابق بينهما، وعاد لوط إلى عائلته في سدوم بعد تجديد إيمانه بالله. إبراهيم، ملاك من عند الرب، ما الأمر؟ إبراهيم، منذ أن اخترتك ونسلك لتصبحوا أمة عظيمة في القضاء والعدل، لم أود أن أخفي عنك ما قررت أن أفعله. سأخبرك بخطتي. هناك شكوى رفعت إلي تقول إن كل أهل سدوم وعمورة خطاط يعيشون في الإثم ويتركون طريق الرب الإله. لا يمكن أن أتركهم دون عقاب، لكن بداءة سأذهب وأرى بنفسي إن كان كل هذا صحيحا. إن كانوا كذلك فماذا ستفعل؟ سأدمر المدينتين، سأحرقهما تماما. حقا؟ لكن لوط وعائلته يعيشون داخل سدوم، يجب أن أفعل شيئا لإنقاذهم. انتظر من فضلك. يا سيد، أتفق معك أن الناس الأشرار الذين رفضوا طريق الرب يجب أن يعاقبوا بالنار، فهذا ما يستحقونه. لكن هل تسحق الأبرار أيضا معهم؟ فلعل هناك 50 شخصا في سدوم من رجال الله، ألا تبقي المدينة من أجلهم؟ نعم يا إبراهيم، إن كان هناك 50 رجلا بارا، نعم سأدع الجميع يحيون من أجل 50. مع السلامة، شكرا جزيلا. انتظر. نعم. ما الأمر يا إبراهيم؟ هل أسأل فرضا أنك لن تجد هناك سوى 30 رجلا بارا؟ إن وجدت 30 سأعبر عن المدينة كلها من أجل 30. أرجوك يا سيد، سأسأل مرة أخرى وأصمت. فرضا أنك وجدت 10 رجال فقط. إن كان 10 فقط سأعبر عن المدينة من أجلهم. يتعظم الرب من أجل رحمته، لوط وعائلته سينجون بالتأكيد. يا لوط، ستكون بخير من أجل رحمة الرب، سيعبر عن سدوم من أجلك. امضي في طريق برك. انتظر جيزمو. تعال يا جيزمو، يجب أن نسير طويلا لنحصل على الصدوق. أسرع. هف 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 هف. انتظر الزنبرك يتوقف. معذرة يا جيزمو، سأديره. في نفس الوقت في مدينة سدوم، حيث يقصد أصدقاؤنا، يستمر الناس الخطاة في خطيتهم، ينكرون إرادة الله. هيا نسرق بعض الثمار. هيا، تبدو هذه جيدة. لا، أضربة. تين. أرجوك دعيني أساعدك. في المدينة لنهجم عليه. هيا. سأخذ الحمار. أين الذهب؟ لا، اربطوه. تمام. لا، النجدة. لا، اربطوه والصقوه. توقفوا الآن، اتركوه وشأنه. نقوده، لا حق لكم في أخذ نقوده. مفسد، ابتعد، إنك جديد في سدوم، فاهتم بشؤونك فقط، لا تتدخل في الأمر يا لوط. سيعلمه هذا درسا. مؤلم. غرباء سيكونون في خطر إن لم... أهلاً، أرى أنكم غرباء وجئتم من طريق طويل، ستغرب الشمس حالاً، تعالوا اخذوا الليل عندي. شكراً، لكننا نود الوصول لسدوم الليلة. إنها خطر بالليل، فلا أحد يرحب بالغرباء هنا. حقاً؟ مكان شرير، لذا تعال عندي. شكراً،
تفضل. حسن حسن، لد معه غرباء في منزلي. ابنتي ستتزوجان قريبا. تهانينا. مانيا، أري أباك كم تبدين جميلة في فستان زفافك. أنت وليزا ستكونان عروسين جميلتين. هل تتزوج ابنتاك رجالا من مدينة سدوم؟ نعم، لكني قلق عليهما لأننا ما زلنا كالغرباء في سدوم ولم يقبلنا أحد بعد. لا تقلق يا عزيزي، بزواجهما من أبناء البلدة سيقبلنا المجتمع. لا أستطيع الانتظار، فأنا أحب المدينة، فيها صنعنا ثروتنا، لن أترك هذا المكان. ولا أنا أيضا. نعم، ولكن لا تنسوا أن نشكر الله لأنه المسؤول عن نجاحنا. لماذا نشكر الله؟ لم يكن مسؤولا عن أي شيء. الله، إنه أنا من ساعدك لصنع هذه الثروة، أتذكر؟ هؤلاء ضيوفي، أرجوكم اذهبوا ولا تصنعوا الشر بي. لا تصدر الأوامر يا لوط، أنت نفسك غريب ولا تنتمي لنا. سبب إبقائنا عليك هو أن ابنتاك ستتزوجان رجالا من سدوم. لوط، يجب أن تدافع عنا، افعل ما يطلبونه منك، أرجوك يا أبي. الشكوى صحيحة، شعب سدوم. افتح الباب يا لوط. انتظر، اسمعوا، سدوم ملعونة، ستحرق المدينة عن آخرها. يجب أن يسحق الشر، اجهز لترك المدينة بأسرع ما تستطيع حتى تنجو. ماذا؟ ماذا؟ ها؟ هذه تخاريف وحماقات. اسمع، اخرج من هنا في الحال. لا يا عزيزتي، ماذا قلت؟ اكسروا الباب. لوط، سأتولى أمرهم. يا خطاة سدوم، ستضربون بالعمى. ضيفي، إنه الله. ربي، أنت الذي ستدمر سدوم؟ نعم، ولكنك رجل بار، لذا ستنجو. اهرب مع عائلتك قبل فوات الوقت. سأفعل سيدي، لكن أريد أولا أن أطلب منك خدمة. اصبر حتى شروق الشمس إلى أن أذهب إلى خطيبي ابنتي ليجيء معي حتى يصيرا في أمان. لوط، أريدك في كلمة، تعال. ما الأمر؟ سيظنك الأولاد مجنونا. لا أظن أن هذا الرجل هو إنه رب. من الرب، لأني رأيته يطرد هؤلاء الثائرين بدون أن يرفع إصبعه. عندما يرونه سيدركون غباءهم لسرقتي. إنه مسكين وفقير. إن ظننت أني سأترك سدوم لأنه يطلب ذلك فأنت مخطئ. أنا أثق في كلامي، سنطيع ونرحل من أجل أولادنا. لكن لوط، قد نصدق هذا الهراء، لكن خطيب ابنتيك لن يصدقه. يجب ألا تذهب لهما، ستفسد الأمر. رحنان ومردخاي يمكن أن يتراجع ويختار أن لا يتزوج ابنتينا. أرجوك لا تكن أحمق. إلدا، يجب أن يجيء وإلا سيدمران. هل تحتفظي بهذا السر الآن؟ أريد أن أخبر ابنتي بعد رجوعي. أنت مجنون، الغزال. رحنان، إنك تمزح. تعال معنا واترك المدينة وإلا ستهلك. هذا مضحك حقا، أجمل نكتة سمعتها حتى الآن يا لوط. إني أحاول أن أفهمك أن هذا أمر حياة أو موت. اسمع يا مردخاي، أرجوك، إن كنت تحب نانيا تعال معنا. أنا لا أهتم بأي امرأة لترك سدوم. سلام مردخاي. أحمق، ستندم كثيرا. لا شيء يقوله لوط ليقنع خطيبي ابنتيه للذهاب معه.
فرجع للبيت مهموما. ليزا، نانيا، معذرة. يا لوط، ولكن صبري قد نفد. يجب أن تأخذ امرأتك وأولادك قبل شروق الشمس. لا، لن أترك سدوم. وأنا أيضا. إلدا. حسنا، سنفعل كما يقول أبوكم. ماذا؟ شكرا لله. لماذا غيرت رأيك يا أمي؟ لأنه الطريق الوحيد للحفاظ على الثروة من الضياع، ولأني واثقة أنه عند اكتشاف إلغاء زواجكما فلن يمضي وقت طويل حتى يرجع الناس وينهبون بيتنا. لكن قد يغير رحمان ومردخاي رأيهما بعد ذلك. آسف يا ابنتي، لا أظن. حان الوقت يا لوط، هيا بنا نذهب. سأحضر مجوهراتي. استمعوا الآن بعناية لتعليماتي. اذهبوا إلى الجبل بأسرع ما يمكن، ولا تنظروا خلفكم أبدا، هذا مهم. لا تنظروا أبدا خلفكم. هل تسمعون؟ عليكم جميعا أن تتذكروا هذا. طبعا، لقد سمعنا ما قال. هيا إذا نذهب. أسرع، ادعى والدكما. أبي. نعم. أبي، من فضلك أن نبقى هنا، نحن نريد أن ننتظر خطابنا هنا. لن أسمح لابنتي أن تدمر. هيا بنا. تذكروا الآن تعليمات الرب مهما سمعتم. أشد حزني لترك سادوم هكذا. إنه من الغباء أن يترك الإنسان بيته الجميل وأملاكه القيمة. إلدا، نستطيع أن نزيد المال لرحنان ومردخاي، ربما يجعلهما هذا يوافقان على الزواج. هيا يا إلدا، لا تتوقفي، ليس لدينا وقت. حسنا. سلام يا سدوم. ما هذه الضجة؟ ماذا يحدث يا أبي؟ ماذا يحدث؟ إلدا، استمري، لا تلتفتي. لا أصدق أن المدينة ستدمر مع كل أشياء جميلة. سأتحقق الأمر بنفسي. إلدا، لا تغضب الرب. هذا مهم، لا تنظروا أبدا خلفكم. لا، استديري يا إلدا، استديري قبل فوات الأوان. سامحني يا رب. مسكينة، لقد حولها الرب إلى عمود ملح. لماذا يا أبي؟ لأنها عصت. ابنتي، هيا. أيها الآب، لتكن مشيئتك. دمرت بالكامل. بالتأكيد أن الرب لم يجد حتى 10 أبرار في سدوم. آه زوجي، ابن أخيك وعائلته مؤكد أنهم ماتوا. إبراهيم، سارة، لا تقلقا على لوط، لقد ذهبوا إلى مكان أمين بعد أن حذرتهم من البقاء. هربوا جميعا ما عدا زوجة لوط التي عصتني، فحق عليها العقاب. أشكرك يا سيد. وهكذا دمر الرب سدوم وعمورة بنار وكبريت، وقد عوقب الخطاة على شرهم. لوط وابنتاه هربوا، لكن ماذا عن صديقنا أوري وتابعه جسم العجيب؟ فقد توجها لسدوم للبحث عن الصدق. هيا
هي مدينة سدوم، لكن ماذا حدث لها؟ انظر، كل شيء هنا أحرق بالنار تماما بما فيه الصدق. انظر، أثار أقدام لكائن ذي أربعة أقدام. مؤكد أنه كلب هنا. سأأخذ مقاسه وأكتشفه لك. لابد أنها أثار أقدام شوشو. معذرة، لكن هذه الآثار أكبر من أقدام شوشو. يا جزمو، ربما تكون شوشو قد كبرت في هذه الفترة. دعنا نتتبعه على أي حال نتأكد. هذا مخجل. دعني أرى إن كنت جرحت نفسك. لا لا. لا تغضب. هل تحب أن تغضب؟